في مصر حاولت الشرطة فض اعتصام ميدان التحرير بالغاز المسيل للدموع واشتباكات في شارع قريب من الميدان. ولمتابعة آخر التطورات ينضم إلينا من القاهرة مراسل ام تي في هشام مهران. هشام، قبل المواقف السياسية، ما هي المعلومات لديك أولا عن اشتباكات ميدان التحرير وماذا عن المدن المصرية الأخرى؟ نعم، يعني حاولت بالفعل الشرطة فض اعتصام القوى السياسية في يومه الأول عقد الجمعة الحاشدة التي نظموها بالأمس احتجاجا على الإعلان الدستوري، ولكن يعني كان هذا الفض في إطار يعني لا ينبغي أن ننظر إليه بشكل منفصل، وإنما كان في إطار الاشتباكات الدائرة منذ حوالي 6 أيام في محيط وزارة الداخلية بين الشرطة من ناحية وبين متظاهرين كانوا يقومون بإحياء ذكرى أحداث محمد محمود التي وقعت في 19 نوفمبر من العام الماضي، والتي تطورت إلى اشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن. وكانت الشرطة تدفع هؤلاء المتظاهرين بعيدا عن محيط وزارة الداخلية في اتجاه ميدان التحرير. ربما هذا ما أعطى انطباع أن الشرطة تحاول فض الاعتصام الموجود في ميدان التحرير. على كل ما زالت خيام المعتصمين موجودة في الميدان، وهم يستعدون لتنظيم مليونية حاشدة يوم الثلاثاء القادم للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يوم الخميس، والذي أصبح بمقتضاه ربما هو أول رئيس منذ عهد الفراعنة يجمع في يده السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بعدما حسن قراراته ضد أحكام القضاء. أيضا يطالبون بإسقاط اللجنة الجمعية التأسيسية للدستور التي انسحب منها جميع ممثلي القوى المدنية وعدد من المستقلين وممثلي الكنائس المصرية الثلاث. الجميع الآن في انتظار الجمعية العمومية الطارئة التي يعقدها آلاف من القضاة في مقر دار القضاء العالي لاتخاذ موقف موحد حيال الإعلان الدستوري. من المنتظر أن يتم الإعلان عن تعليق العمل بالمحاكم، خاصة أن بعض الجمعيات العمومية التي عقدت في الأقاليم أعلنت ذلك بالفعل، ونادي قضاة الإسكندرية تحديدا هدد بتدويل الأزمة ما لم يتم التراجع عن الإعلان الدستوري. منذ قليل أيضا مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى جهة قضائية في مصر أصدر بيانا قال فيه أن الإعلان الدستوري يمثل اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وعلى أحكامه. بالمقابل يعني في أول تصريحات للصحفيين، فإن النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله قال أن نيابة الثورة التي تشكلت بمقتضى قانون حماية الثورة الذي أصدره الرئيس مؤخرا ستبدأ العمل في إعادة التحقيقات في قضايا قتل المتظاهرين فورا، وأن إعادة محاكمات رموز النظام السابق ستتم حال ظهور أدلة جديدة على ذلك. إذا عدنا للاشتباكات في محيط وزارة الداخلية، وزارة الصحة أعلنت أن عدد المصابين ارتفع إلى حوالي 227 مصابا دون أن تقع حالات وفيات حتى الآن. كانت المواجهات مشتعلة في عدد من المحافظات مثل السويس والإسكندرية والشرقية، حيث تم الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة، وربما المصابين كانوا نتيجة هذه الاشتباكات. أيضا تعرض المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري للاعتداء عليه بالضرب أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين في منطقة سموحة في الإسكندرية، وقد اتهم هو ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين بالاعتداء عليه. ولكن يعني قيادات الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تصر على تأييد قرارات الرئيس مرسي، وأنه من حقه مباشرة مسؤولياته دون تعطيل من أحكام القضاء، بل أن المستشار القانوني له قال أنه لا تراجع عن الإعلان الدستوري وأن تحسين قرارات الرئيس إجراء مؤقت. ويعني ربما المعلومة الأخيرة هي أن عدد من مستشاري الرئيس يفكرون في الاستقالة من مناصبهم لينضموا إلى 2 من مساعدي الرئيس الأربعة اللذين استقال بالفعل من منصبيهما، وهما الدكتور سمير مرقص مساعد الرئيس للتحول الديمقراطي والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد اللذين استقال احتجاجا على الإعلان الدستوري. طبعا هشام، سنواكب معك كل التطورات من القاهرة ومن المدن المصرية. شكرا لك.